مسلسل الفصول الأربعة راجع، بس أقولكن مين هن أبطاله؟ الخبر أعلنته الكاتبة السورية ريم حنا، بس الكل تفاجأ. كيف فينا نتخيل مثلاً الفصول الأربعة بلا حاتم علي وبلا خالد تاجة وهالة شوكت ونبيلة النابلسي أو حتى جمال سليمان ويارا صبري يلي صاروا خارج سوريا؟ الممثلة ديما بياعة وحدة من عائلة هالمسلسل الاجتماعي يلي دايماً هو عالق بذكرتنا، علقت على الموضوع وقالت كيف فينا نحضر الطبخة إذا مكوناتها غير متوفرة؟ أنا شخصياً بحب المسلسل كتير، ولكن خبر عودته ذكرني شوي بغنية لأحمد عدوية بيقول فيها مولد وصاحبه غايب. مع كل شخص ناقص من عائلة الفصول الأربعة رح يخسر هالمسلسل جزء من روحه، ويمكن إذا بده يرجع رح يكون بنسخة مشوهة أو مصطنعة، وإذا هيك أنا برأيي بلاه أفضل، خصوصاً إنه هو جزء من ذاكرتنا الحلوة. بالآخر خبروني أنتو، ما عودة مسلسل فصول الأربعة بجزء ثالث أم لا؟ اكتبولي رأيكم بالتعليق وخبروني.